أما هلأ سلمى لمحطتنا الأخيرة لعالم الفن والفن التشكيلي والخط العربي قيمة جمالية وتاريخية تعكس حضارة وتراث الشرق، والفن التشكيلي هو من أهم الفنون وأكثرها رقي. دائما سلمى أكيد برحلاتنا الصباحية في حصة للمواهب السورية، حصة للشبابية المميزة اللي قدرت تترك بصمة خاصة فيها. ضيفتنا اليوم قدرت بلمساتها الفريدة بريشتها بأنه تنقل أفكار جديدة بأسلوبها الخاص والمميز. لنتعرف أكثر على موهبتنا معنا اليوم ليزا غازي، وهي خريجة المعهد التقني للفنون التطبيقية. يسعد صباحك. يسعد صباحكم جميعا. أهلا وسهلا فيك ليزا. يسعد صباحك. أهلا فيك حبيبتي. خلينا نبلش مع حضرتك بداية. جزء الأكاديمي اللي هو بالفنون التطبيقية المعهد هو جزء كتير مهم، ولكن دائما الفنان إذا ما دخل هيك بموهبته بشكل كتير كبير أو بلش يشارك بمعارض أو حتى ينشر له إذا عنده صفحة خاصة، صعب شوي نعرف، خصوصا الفن التشكيلي بهذا الوقت اللي نحن فيه. كيف بلشتي مسيرتك ليزا؟ هلأ مثل ما تفضلتي أكيد هي الدراسة الأكاديمية ما أنا كافية. أنا بعد ما تخرجت من المعهد أخذت وقت شوي يعني بسبب ظروف الحياة، فضليت عم مستمرة بالرسم بس كان بشكل شوي بطيء متقطع يعني. متقطع لأنه يعني بيكون في شيء أبدأ من شيء، في أولويات. صحيح. فبقيت أرسم، ضليت شيء تقريبا مرحلة 10 سنوات جربت فيها الأساليب اللي أخذتها أنا بالمعهد، رجعت عدتهم كلهم لحالي، عملت شيء خاص فيه. بعد فترة صرت أنه من الشيء اللي أنا عم أرسمه عم كون أنه شيء خاص تماما بمسيرتي أنا، أنه بالمعارض اللي كنت شوفها مثلا كنت أستماعي مشاركة كفناني، بس كنت أحضر شوف رفقاتي شوف المخضرمين الكبار حس يعملوا لي شغف، فصرت أبتكر أشياء جديدة مثل نوع من أنه الفن الحديث الخاص فيه. فشاركت بالمعارض، بلشت انه كان عندي كميه منيحه من اللوحات بهي العشر السنوات اللي رسمت فيها، اندعيت على معرض، وبعد منه فورا صرت اندعي معرض ورا معرض، كان عندي انه كميه من اللوحات كافيه، وصرت هون بقى انه حس انه انا لازم كل معرض يكون عندي اسا شيء جديد، فصار يعمل لي نوع من انه الشغف اني انا لازم اجرب اكثر، لازم اشتغل على حالي اكثر. صرت بقى اخترع الوان خاصه فيي، مزج الوان، انا كثير بحب طريقه مزج الالوان مع بعض، اني طالع لون هيك كثير يعني يكون كثير خاص، انه خط مثلا بلشت دخلت الخط، انا اختصاصي خط عربي كان بالمعهد، بس اول شيء لما بلشت انه ارسم كنت ارسم من المدارس اللي اخذتها يعني، مؤخرا دخلت بالخط، انا كثير بعشق الخط، بس انا ما بحب انه يكون انا ماني فايتي بمجال الخط اني انا خطاطه، انه بدي ارسم اني انا خطاطه، يعني أنا بدي ابتكر خط خاص فيي، انحناء خاص فيي بطريقة هيك سلسة مميزة مع يعني شيء من التجريد. فيعني في عندي من كل المدارس، بس هذا الخط العربي هلأ مؤخراً حابي أنه يكون هو يعني خطي الخاص أو أسلوبي الخاص اللي هلأ عم جرب فيه إن شاء الله أنجح فيه. أكيد اليوم ليزا يعني نجاح الفن التشكيلي هل هو بيحتاج أكيد لموهبة، أو ممكن الواحد بشغفه وحبه للمجال ينجح فيه؟ هلا هو اكيد بحاجه للموهبه، بس كمان الموهبه لحالها ما بتكفي، بدك كمان انك تثقليها يعني بالاستمرار، بانك انت دائما ترسمي، دائما تكون عندك يعني ابتكارات جديده، عندك اولويه للرسم، اولويه للالوان. الموهبه لحالها بتكفي، مثل ما قلت لك بدك تستمري، بس كمان وقت بيكون حدا حابب وما عنده موهبه، اذا استمر وضل عنده الشغف انه ممكن اكيد يحصل على شيء. يعني في كثير نماذج شفتهم عندهم يعني حب انهم يتعلموا بس ما كثير في موهبه، بس لما انه كثره الاستمرار وكثره التجريب بيعطي فضاءات وخيال عند المتلقي، اذا هو حابب يكفي فيها بصير. اكيد يعني دائما بنحكي عن الفن التشكيلي انه بده ذائقه معينه، مو كل الناس ممكن تتذوق الفن التشكيلي بنفس الطريقه. صح. لهيك احيانا بيلجا الفنان لرسم اشياء بسيطه الناس كلياتها بتستصيغها، مثل المناظر الطبيعيه. أكيد. البيوت الشاميه، هدول القصص اللي الناس كلها متعوده عليها. صح. حاولتي تكون عندك هذا الشيء او لا، انت حبيتي دائما تتميزي بطريقه لوحاتك؟ لا هلا ما بننكر انه اكيد نحن قد ما كنا بنحب شيء خاص فينا، ونحن كمان بدنا نحترم مثل ما بيقولوا يعني نظره المتلقي او نظره الناس اللي عم تشوف، لانه كمان نحن بدنا نسوق، يعني نحن شغلنا انه في شيء من الفن فن تشكيلي، بس في شيء كمان انه مثلا بيجيني انه عروض على انه انا ارسم لوحه لبيت، انه بيكون هو مو من خطي انا او مو من شغلي الخاص بالفن التشكيلي اللي انا عم بشتغله، بس انا اكيد بحب انه اعمل شيء خاص
طالبينه هن مثل ما قلتي بيت دمشقي او حتى منظر طبيعي. انا تعرضت كثير، اجاني كثير عروض باني اشتغل فيها والحمد لله، انه اكيد يعني مطلوبه والفنان لازم يشتغلها يعني اكيد لانه هذا سوق. صحيح ليزا، يعني عم نشوف باغلب لوحاتك عم تركزي على الانثى، صح؟ كيف عم تقدري تجسديها من خلال لوحاتك؟ هلا انا جسدت الانثى الحالمه الطموحه الهادئه، جسدت الانثى اللي دائما بحاجه لسند، هي بتتوازن باي شخص بحياتها. تركت الشخص الثاني انه هو لا رجل ولا مراه، لانه ممكن هي تتوازن لما يعني بصير عندها اتزان على شخص، ممكن تكون اخت، ام، رفيقه، او يعني. فلهيك انا ما حددتها بذكر او بانثى يعني. وجسدتها كمان بامراه يعني هيك ملكومه، انه هي ممنوعه من الحكي. نحن بتعرفي في مجتمعات لسه المرأة ما فيها تعبر عن رأيها، فعن المرأة كلها حب، يعني طاقة حب وحياة اللي عم ترقص. في عندي كذا المرأة اللي عم تطلع من مثل الرماد، يعني من تطلع من مثل الفينيق من الحطام اللي صاير، وهي عم تشق يعني نحو الضوء عم تشق. كمان عندي لوحة انه شق الجدار، ويعني هي الحبس اللي هي فيه، او انه نوعا ما الحياة بتأيدها باشياء معينة ممكن هي تكسر هذا الجدار وتغيره. صحيح. فالمرأة في بكل حالاتها حلوة، وانا حاولت جسدها تقريبا بكل حالاتها. اكيد كمان عم نشوف الالوان والدمج اللوني، يعني يمكن من عندك هايدي بتبين اكثر قديش كمان يعني في بعض الاساليب الحلوه والمميزه اللي مثلا الناس بس تشوفها اوقات بتقول لك ما فهمتها، بس هي بيكون في لها فكره بالنهايه. خلينا نحكي عن هي الاعمال، هي الصعبه ولكن بنفس الوقت بيحاول دائما الفنان انه يترك بصمته الخاصه فيها. تماما مثل ما قلت لك من شوي، انه هي دمج الالوان احيانا لون مجرد لون يعني هو بيعطيكي طاقه للمكان حلو، ممكن يعني يروح مع كمان العفش اللي موجود او الديكور اللي موجود بالبيت. ممكن يكون هون تجريدي، هو ما في انه انت وقت بتوقفي قدامها ممكن تلاقي عناصر انت تشوفيها حدا ثاني يشوفها بطريقه ثانيه. صحيح. يعني انا عرفتي كيف كل حدا بيشوف شيء هو خاص فيه، ممكن اللون بس يعجبه، يحس انه اللون كثير حلو، كثير اعطاه طاقه لل ممكن يشوفها تحفه لديكور بالبيت. تماما يعني تحفه لديكور بالبيت. فهي يعني انا كثير بحب رش الالوان ودمج الالوان مع بعض، لانه كمان انك تنسقي لون مع لون يطلع حلو، في هيدي لعبه بدها دراسي يعني. اكيد ليزا، اليوم قديش مهم الشخص الفنان ينقل خبرته وتجاربه للاشخاص اللي حواليه، ويمكن بنوتك اليوم كمان ترسم اذا بالخبرين عنها اكثر، ايمت بلشت موهبتها وبتدعميها اليوم تكفي بهذا المجال؟ اي اكيد. هلا هو كثير مهم انه الواحد يكون عنده يعني اي شيء على اي صعيد، انه عنده شيء يعطيه للاخرين، هيدي لازم تكون رسالتنا كلنا يعني. انا بنتي بسبب يعني يمكن وجودها بالبيت بين الالوان، لانه انا مرسمي بالبيت، فهي يعني من وقت اللي كانت صغيره كانت تفتح عيونها تلاقيني عم ارسم، تجي تحط ايديها وتصير تلعب مثلها مثل كل الاطفال بهذا العمر، لانه اللون مغري يعني بيحب. صحيح. الطفل يلعب بالالوان. بعدين لاحظت انه انا مره كنت عم برسم وتفاجات انها هي حاطه لوحه عم ترسم، تركتها فتفاجأت انه انا عم طلع هلا الرسمي تماما يعني بنوتي عم تغني. هي بنتي بتحب الغني كثير وداخل الكورال وهيك، فمتاثره وراها بوكي ورد وفيها. فانا كثير انصدمت انه هي لا، مو بس انه هي بتحب، هي عندها شيء واضح انه في موهبه بالقصة يعني. طبعا كمان هي كثر التجريب بالبيت، انه هي دائما موجوده الالوان، دائما هي عم تجرب، هذا الشيء كثير بيساعدها ان هي تصير متمكنه اكثر. انا اكيد بشجع على انه اول شيء الرسم هو كثير حاله حلوه انه الشخص يتعلمها، لانه يعني بفرغ طاقاته بهذا العمر بطريقه كثير صح. العين بتشوف بطريقه احلى لما بتشوف الالوان، بتصير بتشوف الجمال يعني لما بيربط طفل على انه هو بيقدر الفن، بشوفه بما حتى لو مارسه او ما مارسه، يعني انه هو عينه عم بتكون نظيفه، بتصير نحن هيك بنقول انه بيصير بيلاحظ الالوان، الطاقه عم تعطيها الوان يعني غير. فاكيد انا بشجعها ودائما بعطيها يعني مجال انه هي حتى ترسم الاشياء اللي هي بتحبها. حتى انا عندي طلاب يعني صغار كثير من عمر السنتين لطلاب جامعه، الطفل بيعلمك مو انت بتتعلمي، يعني عن جد هو بيعلمني مو انا بعلمه، بيعطينا افكار، بتركه بحس انه هو عنده شيء كثير حلو عم يعطيني اياه، انه بعفويته يعني. صدقا انا بعدين استنتجت انه يمكن في شغلات انه انا اذا ما فكرت فيها كفكره للوحه وتركتها بس انه انا حابه ارسم انجح فيها اكثر. هو الطفل هيك، انه انت بتعطيه ما بيقول لك شو بده يرسم، بس بيرسم بطريقه كثير، بعطيهم مجال وبقعد بتفرج عليهم قديش حلو انك انت نفس الوقت انك عم تعلميهم مثلا هذا اللون مع هذا اللون، بنمزجهم مع بعض ككتله مثلا لازم يكون كتلته صح.
بس حتى هيك العفويه بطريقتهم كثير حلوه يعني. فانا اكيد بنتي والاولاد اللي عندي انا هنن كلهم مثل اولادي، وعلاقتي فيهم فعلا يعني كانهم اولادي. وجود ايزابيل حتى لانهم طلاب صغار، ايزابيل وجودها كثير محفز لهم يعني. حتى اللي ما بيجوا لعندي في مثلا بيقولوا لي بنتي عم ترسم لانه شافت بنتك فعملت لها حافز، فانا بقول لها شفتي ماما قد ايه حلو انه الواحد يكون أكيد. حافز للاخرين انه هم يعني يصيروا يرسموا او يهتموا بموهبه. ما في طفل ما هو فنان، بس في اهالي بتهتم، في اهالي شوي بتلاقي انه ما كثير بيعني لها هيدا المجال يعني. يعني اليوم هيك اضفيتي على صباحنا لمسه فنيه حلوه أكيد. بحضورك وبالالوان جميله جدا اللي كيف ما نحطها دائما بتعطي رساله حلوه. شكرا كثير لك. شكرا كثير لك. شكرا كثير لك ليزا. شكرا كثير لكم.